السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، تحية طيبة لكم، نبارك لكم ذكرى ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام. حياكم الله أعزائي المشاهدين متباركين بمناسبة ولادة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. هذا الرجل صاحب الشخصية العظيمة الذي مهما تحدثنا عنه لا نوافيه حقه ولا استحقاقه، كما يقول أحد الشعراء: ولكنها الألفاظ مهما تناسقت إن لم توفي المدح عادت أهاجية. لكن سنتحدث من خلال حلقتنا لهذا اليوم وضيوفنا الكرام اللي نرحب بهم خلال هذه الحلقة الخاصة، السيد محمد الموسوي، حياك الله. الله يبارك فيكم ويحييك إن شاء الله تعالى. وكذلك الإعلامي والكاتب الأستاذ علي البدري، حياكم الله. مرحبا بكم، حياكم الله. حياك الله. وأيضا نرحب صاحب الصوت الشجي المنشد علاء الكربلائي. الله يحفظكم خادمكم متباركين بالمولد المقدس. حياك الله. لكن قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيوفنا الكرام نذهب إلى فاصل، بعدها متواصلين وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم زملائي ولضيوفكم. أحبتي المشاهدين، مبارك لكم شهر شعبان، ذكرى ولادة الأقمار المحمدية، وها هو اليوم الرابع من هذا الشهر، تتجلى الغيرة الهاشمية والولاء الفاطمي والإباء الحسيني بمولد سيد الماء ورمز الوفاء أبي الفضل العباس عليه السلام. نحن الآن في العتبة العباسية المقدسة، وتحديدا في مكتب السيد أفضل الشامي مدير مكتب المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة. مرحبا سيدنا. أهلا مرحبا. ما هي كلمات التهاني التي توجهها للعالم الإسلامي بهذه الولادة الميمونة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبة نرفع التهاني إلى مقام ولي الله الأعظم عجل الله فرج الشريف، وإلى مراجعنا العظام، وإلى عموم الأمة الإسلامية بذكرى ولادة سيدي ومولاي قمر بن هاشم عليه السلام. في مثل هذه الأيام كما تعرفون هناك عدة مناسبات نسميها في هذه الأيام ذكرى الأيام الشعبانية والأقمار العلوية. ففي مثل هذا اليوم ولد سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس عليه السلام، ناصر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولذلك نتمنى أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى للتأسي به وللسير على نهجه ولتعلم من وفائه ومن صموده ومن بطولته ومن تحديه للأعداء ومن وفائه لسيده ومولاه سيد الشهداء عليه السلام. نعم سيدنا، بوجهة نظركم لماذا يجب أن نحتفل ونذكر هذه المناسبات العطرة؟ طبعا هذا موضوع يتعلق بعقيدة الإنسان وبالتزامه بآيات الله الكريمة في القرآن الكريم. هذه المناسبات تعبر عن مظاهر المودة لرسول الله صلى الله عليه وآله، كما ورد في الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وإظهار المودة لرسول الله صلى الله عليه وآله التزاما بما جاء بالقرآن الكريم يستدعي من الإنسان أن يحيي أمر أهل البيت. وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن كيفية إحياء أمر هذا البيت، أمر أهل البيت، عندما ذكر أنه أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، سئل: كيف نحيي أمركم يا ابن رسول الله؟ قال: أن تفرحون لفرحنا وتحزنون لحزننا. ولذلك نلاحظ أن أتباع أهل البيت كل هذه المناسبات يقيمونها سواء في أيام الفرح أو في أيام الحزن، هو لإظهار هذه المودة ولإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. دأب الشيعة، شيعة أهل البيت، أتباع أهل البيت في كل زمان في كل مكان يتواجدون فيه لإحياء هذه المناسبات التزاما بأمر الله تعالى
ووفاء لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله. ولذلك نلاحظ أنه الأجيال جيلا بعد جيل يتعلم من الجيل السابق وينقلها إلى الجيل اللاحق، ونحن نعيش في هذا الزمن أيضا نقوم بما يجب علينا لإحياء هذه المناسبات. نلاحظ أنه العتبات المقدسة في مثل هذه الأيام تحيي هذه المناسبات بإقامة جلسات تذكير الناس بسيرة الأئمة الأطهار، بسيرة أبي الفضل العباس، التعلم من أخلاقهم، التعلم من سيرتهم، التعلم من مواقفهم، من أجل أن يبقى الإنسان على الطريق المستقيم الذي يريده الله سبحانه وتعالى. أعزائنا المشاهدين، ولازلنا في أجواء هذه الحلقة الخاصة بولادة أبي الفضل العباس عليه السلام، ومعنا أحد الأخوة المنتسبين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما هي كلماتكم التي توجهونها للعالم الإسلامي بهذه المناسبة العطرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي من علينا بمجاورة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليه. نهنئ العالم الإسلامي بمناسبة ولادة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، ونهنئ العالم جمعاء لهذه المناسبة الكريمة. تغمر المؤمنين جميعا في هذه الأيام، أيام شعبان المبارك، فرحة ميلاد أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، هذا البطل أسد الأسود، قمر بني هاشم، أخ الحسين ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ابن الطاهرة اللبوة، أم البنين، معشوق الملايين من البشر على في مشارق الأرض ومغارب. هنئا لنا ولكم ولجميع المؤمنين في كل العالم الإسلامي. نهنئ العالم الإسلامي مراجعنا العظام بهذه الولادات الشعبانية، ونسأل من الله أن يديم علينا هذه النعمة ألا وهي خدمة أبي الفضل العباس وأخيه الإمام الحسين عليه السلام، كما نرفع آيات تهنئة إلى الإمام المهدي سلام الله عليه عجل فرجه بهذه الولادات الميمونة. شكرا شكرا أستاذ حيدر. هذه كانت بعض الكلمات من منتسبين العتبة العباسية المقدسة، والآن لكم العودة زملائي. شكرا جزيلا للأخ علي الشيقر، وكذلك لجموع المؤمنين الذين قدموا التهاني بهذه المناسبة العطرة لذكرى ولادة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. أبا الفضل، يا من أسس الفضل والإبا، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. سماحة السيد، ماذا يخبرنا التاريخ عن ملامح شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام، هذا الرجل العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية أحب أن أقدم أزكى وأجمل آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك علمائنا الأعلام، وكذلك الأحبة الحضور والأخوة المشاهدين الأعزاء بهذه الذكرى والمناسبة العطرة على قلوبنا والعزيزة علينا جميعا. وحقيقة هذه الشخصية هي عبارة عن بحر متلاطم من العلم والمعرفة والتقوى والبصيرة، وحقيقة عندما نقف أمام هذه الشخصية لا يمكن لنا أن نحويها بكلمة ولا بمجلدات حقيقة، إنما يختصرها مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما يقف أمام هذه الشخصية العظيمة ليقول بكلمة مختصرة: كان عمنا العباس نافذ البصيرة سلام الله عليه، صلب الإيمان. طبعا تعرفون ما معنى نفاذ البصيرة؟ بمعنى أن الإمام صلوات أن المولى أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه كان صلوات الله عليه ثاقب البصيرة، أي كان ينظر إلى ما وراء الأشياء، وكان صلوات الله وسلامه عليه من الحذاقة والخبروية والبصيرة ما يجعله مطمئنا بالعواقب. وهكذا هو الإيمان يصنع، فالمؤمن لا ينال منه بكلمة ولا ينال منه بشيء، بل هو صلب الإيمان ونافذ البصيرة. وقد أثبت صلوات الله وسلامه عليه هذا الموقف بأبي وأمي في عدة أحداث جرت عبر التاريخ، لعل أبرز تلك الوقائع والأحداث المعروفة بصلابته بالإيمان ونفاذته للبصيرة ما حصل في يوم العاشر من المحرم، مما هو معلوم لدى الجميع.
وقد عرض له المناصب وعرضت له الدنيا وأعطي الأمان كذلك. أحسنت. ولكنه صلوات الله وسلامه عليه يقول: أتعطينا الأمان وابن رسول الله من لا أمان له؟ تبا لك ولأمانك. ورفض الدنيا وأخذت بصيرته صلوات الله وسلامه عليه تتألق في سماء الإيمان، ورسم لنا دربا خطاه بالدماء لتأتي الأمم وتأتي الأجيال عبر الأجيال تتغنى بالسيرة العطرة للمولى قمر بن هاشم. حقيقة لا يمكن لنا نحن من خلال بعض الكلمات التي نسمعها بين الفين والأخرى لا توافي حقه، ولكنها لا تأتي إلى عظمة تلك الشخصية التي كبرها العدو والمخالف قبل المؤلف حقيقة. أحسنت سيدنا. سؤال لك أستاذ علي، كيف استطاع المولى أبي الفضل العباس عليه السلام الوصول إلى هذه المرحلة من الكمال؟ هل هي بسبب الوراثة أم بسبب أنه اجتهاد شخصي من خلال طلب العلم وتهذيب النفس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك للأمة الإسلامية جمعاء وللإنسانية ولادة هذه الشخصية العظيمة ولجميع المؤمنين. طبعا لا شك أن الوراثة أثر بالغ في وراثته للخصال الحميدة من أمه وأبيه سلام الله عليهما، إلا أن الاجتهاد الشخصي لأبي الفضل العباس وجهاده النفسي واجتهاده في طلب العلم هو من صنع هذا البطل الهمام في جميع ميادين العلم والمعرفة. كما هو معلوم أن المعصومون هم 14 معصوم، قائدهم وسيدهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبضعته الزهراء سلام الله عليها، واثنى عشر معصوم أولهم الإمام علي عليه السلام وآخرهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إلا أن بقية الأئمة والمعصومون وأهل البيت بالعصمة المكتسبة استطاعوا بجهادهم وبطاعتهم لله سبحانه وتعالى الوصول إلى هذه الكمالات العليا في سماء المعرفة والعلوم والرقي الإنساني. أبو الفضل سلام الله عليه كان شديد الطاعة لله، ولهذا نقرأ في الزيارة: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين سلام الله عليهم. في البداية كان الإمام العباس عليه السلام في كنف الإمام علي عليه السلام والده، ثم في كنف ورعاية الإمام الحسن عليه السلام، ثم مع الإمام الحسين عليه السلام يتعلم منهم ويقتدي بهم ويطيعهم تلك الطاعة ويؤثرهم على نفسه. لهذا ربما يتساءل الكثير من الناس أنه ما معروف كثيرا من صفات العباس عليه السلام، إلا أن التاريخ يخبرنا أنه كان من كبار فقهاء آل محمد. العباس سلام الله عليه كان فقيها عالما نافذ البصيرة صلب الإيمان، وكان سلام الله عليه كثير الخدمة لأهله وناسه، وكان من كثرة الصالحات يسمى العبد الصالح. فهذا الجهاد النفسي وهذا الجهاد المستمر وطلب الكمالات هو من صنع هذا البطل المقدام سلام الله عليه. ونحن اليوم وكل المؤمنون ربما هذه المحبة لأبي الفضل، نعم أن المعروف هو كان بطلا وشجاعا، لكن نحن نحبه ليس لهذه الشجاعة فقط. الكثير من الشجعان لدى الأمم والشعوب الذين تقترن هذه الشجاعة مع القسوة مع الغلظة، إلا أن العباس سلام الله عليه اقترنت هذه الشجاعة والقوة مع الرأفة والرحمة والعلم وخدمة الآخرين وخدمة أهل البيت وطاعة الإمام، وهذا هو ما صنع لنا هذا الخليط. أحد أسباب خلوده أكيد هذا الخليط بين القوة البدنية والقوة النفسية هو من أوصل العباس سلام الله عليه إذا إلى هذه المراتب العليا. أحسنتم. طبعا السؤال للمبدع علاء الكربلائي،
شخصية مثل أبي الفضل العباس عليه السلام أكيد مصدر إلهام للشعراء وكذلك المنشدين، هل تجدون صعوبة في توصيف هذه الشخصية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعلماؤنا الأعلام والأمة الإسلامية جمعاء بهذه المناسبة العطر الجميلة، ألا وهي ولادة سيدي ومولاي أبي الفضل العباس صلوات ربي وسلامه عليه، سائلين من الله أن يمن علينا بالرضا والقبول، إنه سميع مجيب. حقيقة رجل بهذه الكرامات والفضائل من الصعب أن تصفه برثاء أو مديح أو ما شاكل ذلك، لكن قدر المستطاع نسأل من الله القبول إن شاء الله. الله ممكن حكم. تسمعنا أكيد نعم. شيء عن أبي الفضل سلام الله عليه. ما ينوصف حيرة عباس أبو الغيرة، ما ينوصف حيرة عباس أبو الغيرة، نور القمر ويا القمر لا والله ما ينقاس، الله خلق كل الضوى من ضحكة العباس، من نظرته سوى النجم وانفاسه تنثر ياس، وحده ولا شريك له بين البشر يا ناس، أجمل تعابيره عباس أبو الغيرة، ما ينوصف حيرة عباس أبو الغيرة، من شاف يوسف ظل يرتل سورة الرحمن، عباس أخو ثالث إلى اللؤلؤ والمرجان، لله حاشا أن يعد بين البشر إنسان، قرآن حيدر ونولد قرآن من قرآن، قرآن من قرآن، هيمنا تفسيره عباس أبو الغيرة، ما ينوصف حيرة عباس أبو الغيرة، عباس جا بهيئة علم، عباس جا بهيئة علم، بس بوجه كوكب هذا العلم، أصبح علم للدين والمذهب، عنده أعز وأجمل لقب عباس أخو زينب، أو النهر ما ينهار من شفة ولي شراب، من شفة ولي شراب، ما حد أكو غيره عباس أبو الغيرة، ما ينوصف حيرة عباس أبو الغيرة، نور العرش من العرش فوق الأرض نازل، راية علي وهيبة علي وغيرة علي شايل، راية علي وهيبة علي وغيرة علي شايل، يصعد علم تون السماء لو رايدي قاتل، يصعد علم تون السماء لو رايدي قاتل، حتى الهوى يصرخ دخيلك يا أبو فاضل، حتى الهوى يصرخ دخيلك يا أبو فاضل، في القبرة كبيرة عباس أبو الغيرة. أحسن. طيب الله أنفاسك، شكرا جزيلا على هذا الصوت الرائع والكلمات الرائعة جدا، أحسنت. طيب الله أنفاسك. العودة بالسؤال إلى سيدنا، دائما ما نذكر شخصية المولى أبي الفضل العباس عليه السلام دائما طابع الوفاء والشجاعة في هذا الجانب، هل من الممكن أو تشوف أنه من الأجدر تسليط على الجوانب الأخرى حتى تكون قدوة إلى الشباب في جميع مجالات الحياة؟ لا، ليس هذا هو فقط، يعني صراحة عندما نقف أمام المولى أبي الفضل لا نقف فقط أمام صفة الشجاعة وصفة البطولة، ليس الأمر هكذا، يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه جمع بعضا من تلك الصفات، تعرف معصوم عندما يتحدث ويتكلم عن شخصية المولى قمر العشيرة، إذن قطعا صحيح تكون، يصفه بمواصفات، يعني يقول له نعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، طبعا أنت تسمع بالشجاعة، ولعل الظرف الذي عشناه ونسمعه
برز صفة، كما أن الصادق أبرز صفة الصدق، والكاظم أبرز صفة، وهكذا الحسين الشهيد أبرز صفة. ولكن عندما نقرأ في الزيارة المباركة كأنما يجمع إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه الصفات المباركة، يقول له نعم الصابر أشهد لك بالتسليم. طبعا التسليم مقام عالي، التسليم مقام عالي فوق الرضا، يعني هنالك رضا وهنالك تسليم. ولا وربك في الآية القرآنية لا يؤمنون، إلى أن يقول ويسلموا تسليما، يعني هنالك مرحلة حتى ينال الإنسان مرتبة الإيمان لابد أن يسلم لقضاء الله وقدره كما حصل للمولى. إذن هو وصل إلى أعلى درجات الإيمان. أشهد لك بالتسليم، لاحظ هذه الصفة، والتصديق والوفاء والنصيحة. النصيحة المن النصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم. هناك صفة لعل الشباب يعني قد تغرب عنهم هذه الصفة، أبي الفضل صلوات الله وسلامه كان العالم وهو من بيت أمير المؤمنين وقد علمه أبوه صلوات الله عليهما وآلهما. عفوا أمير المؤمنين يقول لقد زق العلم زقة. أحسنتم. نعم. فلذلك المولى أبي الفضل حقيقة عندما نقف أمام هذه الصفات ونحاول أن نستلهم، لا ليس فقط طبعا قصور في الفهم لمن يقول أن هنالك صفة تطغى اللي هي صفة الشجاعة، عندما نقف أمام العباس عليه السلام المولى قمر بني هاشم نأخذ صفة الشجاعة والبطولة ونعم أنعم وأكرم، ولكن هل تعلم أنه لم ينادي في يوم من الأيام الإمام الحسين بأخي يا حسين؟ كان يقول له سيدي يا مولاي. شنو يعني؟ يعني فعلا الإمام الصادق عليه السلام يقول له نعم الأخ المواسي، فعلا نعم الأخ، يعني جميع معاني الأخوة قد احتواها قمر بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وجسدها قولا وعملا وحقيقة. لذلك كان عنوان الامتثال لإمام زمانه، طبعا الحسين صلوات الله وسلامه هو إمام زمانه. نعم. وقمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليه كان نعم المولى الممتثل لإمام زمانه، وهذا بعدة معاني. فالصفات التي تفضلت بها ليست فقط هي صفة الشجاعة والبطولة، نعم الأخ المواسي المحامي. شنو يعني المحامي؟ المحامي يعني هنالك مبدأ وعقيدة، وقمر بني هاشم مستعد أن يضحي بكل شيء في سبيل، بكل شيء في سبيل والله إن قطعتم يميني أني أحامي أبدا عن ديني. فالمحامات عن المبدأ جسدها قولا وفعلا، وذكرها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الزيارة الشريفة، قال نعم الأخ المواسي المحامي الناصر الأخ الدافع عن أخيه. وهناك صفة أيضا مهمة للشباب المؤمن، عندما نأتي إلى القمر المنير أبا الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه يقول الإمام، يقول الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل. زين، البعض يسمع بهذه الأشهر الفضليات شعبان ورمضان يسمع بمن صام له كذا ثواب، من قرأ هذا الدعاء له كذا ثواب، من جاهد في سبيله بين يدي مولاه له هذا الثواب، ولكن قد يزهد، يزهد يعني لا يقدم لا يباشر. ولكن المولى أبا الفضل كان راغبا فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، فألحقه الله بدرجة آبائه. فهنالك مقام للمولى أبا الفضل صلوات الله وسلامه عليه مع الشهداء والصديقين والأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه الدرجات لا ينالها إنسان بلقلقة اللسان، بل هنالك قول وهنالك عمل واقع تضحية قدمها المولى قمر بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه، فصار عنوانا للشباب الأحرار. الآن الشباب عندما يقدمون على أي أمر يقول يا أبو فاضل يا قمر بن هاشم، صار عنوانا ومسيرة إلى كل شبابنا في الإقدام والجهاد والتضحية بالغالي والنفيس من أجل المبدأ.
المبدأ يعني الدين، هذه الأمانة العظيمة التي حامى عليها أبا الفضل وسلمها إلينا بأمان، ولا بد أيضا أن نحامي عليها ونسلمها إلى أجيالنا بأمان إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. سلام الله على أبي فضل العباس عليه السلام، يعني منظومة أخلاقية وإيمانية متكاملة وعلمية كذلك. السؤال لكم الأستاذ علي البدري، طبعا تحية طيبة لكم مرة أخرى ضيوفنا الأكارم. السؤال أنه أبي فضل العباس عليه السلام قال إني أحامي أبدا عن دين، يعني وصوله إلى هاي المرتبة العالية جدا من الإيمان هو كان بعنوان الدفاع عن الدين، هكذا نستطيع القول؟ نعم، للأسف نحن نعيش في زمن أصبح فيه مسألة الدفاع عن الدين من الأمور التي يزهد فيها الكثير من الناس، بل أصبح الكثير من المؤمنين يخجل أن يقول إني أدافع عن ديني، ويخجل أن يصرح بها بمكنوناته النفسية أنه مؤمن. شنو السبب ويدافع عن الدين؟ شنو السبب برأيك؟ يعني بشكل عام تأثيرات كثيرة، تأثيرات إعلامية، هنالك تضليل، هنالك انزياح ثقافي، ربما هذا الانزياح الثقافي أثر على الكثير من الناس، فأصبحت مسألة الدفاع عن الدين هي كأنما أمر مخجل. فالعباس عليه السلام وصل إلى هذه الدرجات العليا وأصبح مع الشهداء والصالحين لأنه كان يدافع عن الدين. فاليوم المطلوب من عندنا، من شبابنا، من نسائنا، من كل أفراد المجتمع، أنه من كل من يحب العباس سلام الله عليه، من كل الذين يزورون العباس سلام الله عليه، أن يقتدوا بهذه الصفة، صفة الدفاع عن الدين، صفة أنه نحامي ونطيع إمام الزمان ونعمل على الدفاع، والدفاع الثقافي. ربما اليوم نحن نتعرض إلى هجمات ثقافية، هذه الهجمات الثقافية تستهدف البنية الثقافية للمجتمع العراقي، للمجتمع المسلم، للطائفة الشيعية. فبالتالي نحن اليوم أمام تحديات كبرى، وهذه التحديات الكبرى نستنير بالعباس سلام الله عليه وندافع عن ديننا وعن ثقافتنا وعن بنيتنا الثقافية، لنستطيع أن نعبر ونستطيع أن نلحق بالإمام العباس سلام الله عليه ونكون من المقتدين به. لأنه من الواضح اليوم أنه ليست الزيارة فقط وإن كانت هي أمر مستحب، وإنما أن تكون زائرا عارفا بحقه. عندما أزور العباس وعندما مشاعري وقيمي تزور قيم العباس، أكون قد حققت هذا الزيارة الحقيقية واللحاق بقافلة الإمام الحسين التي يرفع رايتها أبي الفضل العباس سلام الله عليه. إن شاء الله جميعا نحن مع هذه القافلة، قافلة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، إن شاء الله ذلك. مستمرين احنا، لكن ننتقل إلى هذا الفاصل. أم البنين أم البنين، بماذا كنت لافظة لما طلقت وضاقت الأنفاس؟ قالت باسم حسين كنت نادبة، فهوى اشتياقا لاسمه العباس. عدنا لكم مرة أخرى، وكذلك مرة أخرى نرحب بالسيد محمد الموسوي وكذلك الأستاذ علي البدري والرادود والمنشد على الكربلائي. في الحقيقة جدا سعيدين اليوم في الحوار، وهذه الوجوه الطيبة أكيد نتعلم من حضراتكم عن شخصية الإمام العباس عليه السلام ومعرفة جوانب هذه الشخصية. السؤال لكم سيدنا، في الحقيقة لماذا سمي الإمام العباس عليه السلام بالعبد الصالح؟ ما أبعد هذه التسمية؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. أولا هذه التسمية جاءت من على طرف لسان الإمام الصادق سلام الله عليه،
في الزيارة الشريفة: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. حقيقة العبودية مقام سامي، ولعله أرقى مرتبة من مراتب الإيمان. إذا أراد الإنسان أن يسير في سلم التكامل، لابد أن يثبت جوهرة العبودية باعتبارها الركيزة الأولى التي تستند عليها بقية الركائز. فالعبودية بمعنى الخضوع والتسليم، وليست فقط هي عبارة عن اعتقاد، بل هي إيمان في القلب، إذعان واعتقاد، وكذلك هي تلفظ باللسان من خلال السيرة والسلوك، وكذلك هي إيمان في القلب وعمل بالجوارح أيضا. العبودية لها أركان، فإذا أراد الإنسان أن يلتحق بركب العباد لابد أن يتصف بجميع هذه الصفات بتمامها. ومقام العبودية بمعنى الاعتراف والاعتقاد بأن كل ما في الكون هو خاضع لله سبحانه وتعالى وتحت مشيئة الله، وما من شيء في عالم الوجود والإمكان إلا وتحت سيطرته تبارك وتعالى. هذا المقام يجرد الإنسان حقيقة من شوائب الدنيا، ويجعله متعلقا بعالم الملكوت وليس عالم الملك. عالم الملكوت عالم الغيب. وهذه الصفة الله سبحانه وتعالى امتدح بها نبيه الكريم، العبودية، حيث في كثير من آيات الله تبارك وتعالى: محمد عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قدم العبودية على الرسالة. أحسن، حتى في الصلاة نقول محمدا عبده ورسوله. فالعبودية حقيقة هذه الصفة، صفة اتصف بها قمر بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه من خلال ما تفضلتم به: العبد الصالح. طبعا بالمناسبة أن إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قال: ألحقني بالصالحين. يعني نبي من أنبياء الله وهو من أولي العزم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلتحق بركب الصالحين. طيب، وإذا بهذه الصفة تأتي هكذا للمولى قمر بن هاشم: زين، السلام عليك أيها العبد الصالح. صفة تأتي، وإذا بأنبياء الله تبارك وتعالى يطلبون هذه الصفة. فالعبودية، العبد الصالح، حقيقة هذا المقام لا يناله كل إنسان، ولا يمكن للأعمال ما لم تطابقها الأفعال أن توصل الإنسان إلى هذا المقام اللي هو مقام الذوبان، مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. شاء الله سبحانه وتعالى أن يتسنم قمر بني هاشم هذا الوسام، وسام العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وأصبحنا نحن خدام قمر بني هاشم، أصبحنا نتغنى وأصبحنا نستأنس بذكر هذه الصفات، ونحاول أن نقلدها، ونحاول أن نتشبث بها، ونحاول أن نقترب إلى هذه الصفات، لعلنا نكون من المشمولين برضاهم صلوات الله عليهم وشفاعتهم إن شاء الله تعالى. نفتخر بهذا الرجل العظيم، فعلا نفتخر، أستاذنا علي البدري. طبعا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، وقبل قليل قالها سماحة السيد، قال إنه رحم الله عمنا العباس كان نافذ البصيرة. ما أهمية البصيرة في حياتنا إحنا كإنسان، خصوصا يعني بالأخص الشباب، شنو أهمية البصيرة؟ نعم، واقعا يعني البصر هو ما ينظر به الإنسان بعينه، أما البصيرة ما ينظر بروحه وجوهره، هذه البصيرة. البصر بالعين المادي يعني. نعم، إذا غابت البصيرة سترفع السيوف في وجه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. سلام الله عليه. إذا غابت البصيرة سيقال عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه شاعر ومجنون. إذا غابت البصيرة سيقال عن الإمام الحسين عليه السلام أنه خارج عن الملة. سيقال عن كل الصالحين ما ليس فيهم. فالبصيرة هي بوصلة الإنسان، هي ما يميز بين الإنسان المؤمن الحقيقي والإنسان المؤمن قشريا،
فالبصيرة تأتي إلى الإنسان طبعا بجهد جهيد لا يمكن أن يكون لأي إنسان هذه البصيرة. فغياب البصيرة التي تأتي بعد جهد من الإيمان والتقوى والورع يستطيع الإنسان من خلالها أن يميز الحق من الباطل، وإن لبس الباطل جلباب الحق، وإن لبس كل جنود الباطل جلباب الحق ورفعوا المصاحف. فبالتالي نحن أمام صفة من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمن، وهي أن يكون ذا بصيرة يستطيع أن يميز ما بين السطور، يفهم ما المراد من هذا الحديث. عفوا أستاذ، هذه مرحلة جدا صعبة، ما الطريق إلى هذه البصيرة بصورة عامة؟ لأن نعرف المؤثرات كثيرة بالآونة الأخيرة ووسط هذه الحياة وسرعة الحياة، كيف من الممكن نحصل على البصيرة؟ التقوى بكل بساطة. التقوى عندما يكون الإنسان متقيا ويبتعد عن الذنوب ستكون مرآته الداخلية صافية، ومن خلال هذه المرآة الصافية يستطيع أن يميز الحق من الباطل. فطاعة الأئمة وطاعة أهل البيت عليهم السلام هو ما يجعل داخل الإنسان نقيا، يستطيع من خلال هذا النقاء أن يكون ذا بصيرة ويستطيع أن يميز جوهر الأمور وحقائقها. يعني اليوم إحنا حتى في واقعنا تنطلق الكثير من الدعوات، نسمع الكثير من الشخصيات التي تدعي أنها تمثل الدين، تمثل المرجعية، لكن يبقى الإنسان أنه كلما نقى القلب ونقى سريرته يستطيع أن يكون ذا بصيرة. وأبو الفضل سلام الله عليه بجهاده النفسي الذي تحدثنا عنه بطلب العلم وكل مقدمات التي قدمها من إيمان وتقوى وورع وعلم استطاع أن يكون نافذ البصيرة. أحيانا الإنسان يكون عنده بصيرة لكن يخطئ مرة ويصيب أخرى، لكن أن يكون نافذ البصيرة معناها أنه كل الحواجز لو وضعت أمامه يستطيع أن يميز الحق في أي وقت مكان وأي لا يلتبس زمان. الحق بالباطل. كذلك بطاعته لإمام زمانه سلام الله عليه. يعني اليوم إحنا في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بطاعتنا له بإخلاصنا له ممكن رب العالمين يهب لنا هذه البصيرة، يعني هي هبة من الله سبحانه وتعالى. أكيد، يعني القرآن الكريم واضح في هذا الجانب، يقول اتقوا الله ويعلمكم الله. فالإنسان كلما ازداد تقوى كلما ازداد علما. الله سبحانه وتعالى يقذف العلم في قلب المؤمن المتقي ويجعله ينظر لا بعينه هذا وإنما بعينه المادية، وإنما ينظر بعين البصير. لذلك للأهمية الكبيرة جدا للبصير، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ذهاب البصر خير من عمل البصيرة، وسمى ذهاب البصر بذهاب، أما البصيرة فسماها بعمل بصير. يعني فشيء تعبير جدا رائع ومتقن، فنحتاج نتأمل مثل ما نتأمل بآيات القرآن الكريم كذلك نتأمل في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. أحسنت أستاذ. نعود إلى المنشد صاحب الصوت الشجيع على الكربلاي، حياك الله. طبعا كيف تحيون أفراح أهل البيت عليهم السلام، وكذلك نريد نسمع قصيدة حضرتك. أهلكم أستاذ العزيز. واقعا يكون اتفاق يعني الشعراء الرواديد صير فد جلسة لو عن ما أو عن طريق وسائل التواصل، الرادود أو المنشد يختار اللحن المعين اللي يليق طبعا، وإن وجدت الفكرة يضيف الفكرة، الشاعر أيضا يضيف فكرة معينة إن وجدت، يعني يصير تلاقح أفكار من بعدها يعني يكتب الشاعر الموضوع وتم القصيدة بأتم حال إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحفظكم. تسمعنا شيء؟ خادمكم. ارتفع صوت الهلاهل ولد عباس، جنان الله محافل ولد عباس، ارتفع صوت الهلاهل ولد عباس، جنان الله محافل ولد عباس،
خبر بين القبائل انولد عباس دمع فرحتنا هامل انولد عباس السماء بنورة باهل ولد عباس قمر من الله نازل ولد عباس قمر ضي وجهه كامل ولد عباس ولد سيف بيمينه هذا عباس غيوري حامدينه هذا عباس النجم قبل جبينه هذا عباس أسد حيدر عرينا هذا عباس كيف الاخت بيقينا هذا عباس على زينب تبقى عينا هذا عباس فدى لجفوف دينا هذا عباس أبو الروح الحنينة هذا عباس شبل حيدر شوصفة رفعة الراس غيور الكل يعرفة رفعة الراس ترى بكل كلمة كلفة رفعة الراس إلى عشاط وقفة رفعة الراس شجاع وزود كفة رفعة الراس تبوس الغيرة شفة رفعة الراس ملك والدنيا خلفه رفعة الراس. أحسنت أحسنت. طيب الله أنفاسك السيد حسام فارس الحسيني. طيب الله أنفاسك. طيب الله أنفاسكم السادة الغالين. طبعا السؤال لحضرتكم سماحة السيد، أكيد نعرف أنه أبي الفضل عباس عليه السلام قدوة بلا شك هذا، لكن ماذا يمكن للشاب أن يتعلم من أبي الفضل عباس عليه السلام ومن هذه الشخصية المباركة؟ يعني هي رسالة مفتوحة. سلام الله عليك يا قمر العشيرة. هنالك صراحة عدة مواقف يعني يمكن للشاب المؤمن أن يستلم منها العبرة. يعني مثلا عندما يتقدم الشخص للقتال للمبارزة، هكذا كان دأبهم أجمع أن يستأذنوا من سيدهم. وحتى قمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليه عندما أراد أن يتقدم يستأذن، الظاهر هنالك رمز نعبر عنه الإمام المعصوم. طبعا في ذلك الزمان الحسين في هذا الزمان هو نائب الإمام المعصوم اللي هو المرجع الأعلى، ففي كل خطوة وفي كل عمل وفي كل إقدام لابد من الاستئذان والرجوع إلى الركن الوثيق، أقصد الركن الوثيق اللي هو نائب الإمام. نعم. فنلاحظ ما تفضل به الأستاذ علي الله يحفظه، هنالك كثير من الحركات والأفكار وما شاء الله المجتمع مفتوح بعد للجميع، فلابد للشاب المؤمن أن يستند إلى الركن الوثيق في كل حركة، سيما لو كانت جهادية، سيما لو كانت تلك الحركة حركة تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى تأمل. فقبل أن يقدم، صح الشاب عنده اندفاع لا بأس بذلك، ولكن لابد للشاب المؤمن أن يلتجئ ويستند إلى الركن الوثيق، أقصد به المرجعية المباركة الشريفة التي تمثل نائب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ويرجع إليها ليستشيرها ويستأذنها ويستأنس بقولها. فالرشد في اتباعهم والرجوع إليهم، فهم ساسة البلاد كما نقول، وهم أركان العباد. على أي حال، فهذه رسالة مفتوحة للجميع، جميع الشباب، من التمسك بالمرجعية. ولعل هنالك فد إشارة لطيفة جدا، أن الموقف العظيم الذي يبقى في أذهان حتى الصبيان، أن قمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليه ملك الماء، ملك الماء ولكنه لم يشرب. هكذا علمنا قمر العشيرة أن الدنيا قد يملكها الإنسان، ولا بد أن يكون مستعدا في لحظة من اللحظات أن يتخلى عنها. ليس الزهد أن لا تملك شيء، وإنما الزهد أن لا يملكك شيء، بحيث تتمكن في كل لحظة من لحظات عمرك أن ترفض الدنيا. صح مقبلة بشهواتها، بحبالها، بزينتها، بلذاتها، بمناصبها، مغريات موجودة في الدنيا، ولكن استطاع المولى قمر العشيرة أن يرفضها بتمامها ويقول هيهات ما لم يشرب ابن بنت رسول الله، حتى في أصعب اللحظات. يعني قاف واحد يقول كان شلون هذا مخالفة الإمام سلام الله عليه،
كان المولى قمر العشيرة كان في قمة العطش، وفي تلك اللحظة رفض الدنيا، أعبر رفض الدنيا. وقد تأتي هذه الدنيا لكثير من الشباب، قاعد حاط الجهاز الموبايل زين، وتأتيه الدنيا فلا بد أن يرفضها، تأتيه المغريات زين، كثير من الأخوة تأتيه الدنيا، يأتيه المنصب والكرسي، يأتيه مال الشبهة مثلا، فلا بد أن يتذكر موقف المولى قمر العشيرة وكيف استطاع من خلال بصيرته الثاقبة أن يرفض ويتمسك بالمبدأ، وهو فعلا أثبت أنه صلب الإيمان من خلال رفضه الدنيا برفضه شربة الماء. هذه رسالة ثانية وهنالك أخيرة وهنالك كثير من الرسائل الأخرى لعله الوقت لا يتسع لها. أحسنت سيدنا، أحسنتم. طبعا المولى أبو الفضل العباس عليه السلام هو حامل لواء الإمام الحسين. الآن في هذا الوقت الحالي من يحمل لواء الإمام الحسين؟ وكيف نتعلم من هذا، من حمل هذا اللواء وهذا العبء الثقيل اللي يكون؟ نعم، طبعا واقعا سؤال مهم جدا وإلى علاقة بأن يكون الإنسان عنده بصيرة وأن يكون نافذ البصيرة ليستطيع أن يميز من يحمل لواء الحسين عليه السلام في هذا الزمن. نحن نعلم أن قضية الإمام الحسين عليه السلام ليست محصورة بالزمان والمكان الذي حدث في جزء من التاريخ، وإنما هي قضية الحق والباطل، صراع الحق مع الباطل. الحق مع الباطل. فبالتالي اليوم نحن هنالك حسين لهذا الزمن، وهنالك إمام معصوم لهذا الزمن، وإمامنا وسيدنا وقائدنا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف له راية، وهذه الراية لها من يحمل هذه الراية. لابد أن نعاضد ونساند وندعم من يحمل راية الإمام الحسين عليه السلام. لكن هذا يحتاج علينا وعي طبعا. نعم، علينا أن نعي ونفهم ما من يمثل دور العباس عليه السلام في هذا الزمن، من يحمل راية الإمام الحسين عليه السلام في هذا الزمن، وهذا يحتاج إلى هاي من واجباتنا بصيرة. طبعا أكيد هذا يحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تقوى. ليس من السهل اليوم أن أقول أنه فلان هو صاحب الحق وفلان من يحمل راية الإمام الحسين عليه السلام، من يحمل راية الحق والإصلاح والدعوة إلى الخير، تعرف أهله. هذا الأمر يحتاج إلى بصيرة. فبكل بساطة نستطيع أن نقول أن هذا الأمر يمثله في هذا الزمن هو المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، سماحة السيد السيستاني أدام الله ظله، هذه المرجعية التي حفظت العراق، حفظت البلاد والعباد، هذه المرجعية الحكيمة التي حفظت الناس، حفظت الدين، تحامي عن الدين كما يحامي العباس سلام الله عليه. فواجبنا اليوم كما قال جناب السيد أن نرجع لهذه المرجعية، أن نلتزم. لم يقاتل العباس سلام الله عليه من تلقاء نفسه، جاء طلب الإذن، والإمام الحسين ما سمح له بالقتال. الإمام الحسين طلب من عنده أن يجلب الماء، ما أذن له بالنزول إلى ساحة المعركة في ذلك الوقت. لذلك نحن اليوم علينا أن نلتزم خط المرجعية الدينية العليا، ولا نقول قول ولا نفعل فعل إلا بعد رجوع إلى المرجعية. يجب أن نعي ونفهم وندرس خطابات المرجعية الدينية العليا. يعني لو فهمنا ما الذي يريده المرجع لفهمنا ما الذي يريده العباس سلام الله عليه في ذلك الوقت. أحيانا المرجعية ربما تأمرنا بغير ما تهوى أنفسنا، نحن نريد شيء لكن المرجع يطلب من عندنا شيء آخر، كما أن الحسين عليه السلام طلب من العباس أن يجلب ماء، ما قال أنا أريد أدخل للمعركة وقاتل، طلب منه شيء آخر. فهذا يحتاج إلى بصيرة، وهذا يحتاج إلى جهد، أن نعمل على أنفسنا، أن نهذب نفوسنا، أن نجتهد في طلب العلم ونجتهد في طلب الحلال وطلب الحق، ونعرض عن الدنيا مهما أقبلت هذه الدنيا علينا.
أحسنتم أستاذ علي البدري. عفوا، وربما إذا أردنا أن نعرف ضابطة مهمة، إذا أردنا أن نعرف لو ظهر الإمام اليوم في هذا الزمن ونحن نمني النفس أن نجلس هذه الجلسة ونفرح بظهوره المبارك ورؤية هذه الطلعة البهية، إذا أردنا أن نعرف هل نحن سنطيع الإمام المعصوم أم لا؟ مستعدين؟ المقياس واضح جدا. أنا أقيس إيش قال طاعتي للمرجعية، نفسها راح تكون طاعتي للإمام المعصوم، بغض النظر عما نقول، بغض النظر عما عن مشاعرنا. يعني الإمام الحسين عليه السلام من رفعوا سيوف عليه كانوا يحملون سيوف قسم منهم دموعهم تذرف، فبالتالي قلوبهم مع الحسين لكن سيوفهم عليه. اليوم الكثير من الناس قلبه مع المرجعية، قلبه مع الإمام لكن سيفه على المرجعية. أول واحد يطعن بها، أول واحد ينتقد المرجعية، ينتقد مواقف المرجعية. أي واحد يقول كلمة ضد المرجعية وضد المؤسسة الدينية هو يكون مرآة لهذه الكلمة ويكرر هذه الكلمة. لذلك نحن اليوم بحاجة إلى وعي وبصيرة ومعرفة هذا المقياس، أنه أنا شقد أطيع المرجعية راح أطيع الإمام. أما المعرض عن المرجعية الدينية العليا فهو معرض عن الإمام بدون أدنى شك. كاتب والإعلام الأستاذ علي البدري، حياك الله، نورتنا اليوم. شكرا جزيلا لكم وشكرا للاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما أن نكون تحت لواء أبو الفضل العباس سلام الله عليه. إن شاء الله. وأيضا نتقدم بالشكر إلى السيد محمد الموسوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وبارك الله بكم. كما أتقدم بالشكر إلى صاحب صوت الشجي الرادود علاء الكربلائي. كل الشكر والتقدير لحضرتكم أستاذنا العزيز ولكل الكادر جميعا، الله يوفقكم. إذن أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، الختام مع علاء. أكيد طبعا نشكركم مرة أخرى مشاهدينا الأكارم، ونبارك لكم مرة أخرى بهذه الذكرى العطرة لمولد المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، ومسكها ختام إن شاء الله بصوت المبدع علاء الكربلائي. أعدكم أستاذنا. إذا عندك قضية اتعنى للعباس ويمشي باج قبر سولف لعندك، أو من تجري دموعك بالعزيز انفاه مش عليه زينب يستحي ردك. الله الله الله، يل تطلب رجل عباس، يل تطلب رجل عباس قبلك عمر جربته، مشكلتك تفض وتهون لو عن بعد صايحت، وذا هزيت شباك وتحلف بعظم سترخته، وذا هزيت شباك وتحلف بعظم سترخته، يطلع وياك ويقضيها، يطلع وياك ويقضيها أبو فاضل صلوات.